في جمعنا الكريم، وكما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. أبناء الوطن داخل الحدود وخارجها، كل في مجاله، كل في عمله، نحن جميعا نعمل من أجل إعلاء علم مصر. نحن جميعا عانينا كثيرا وما زلنا نعاني لاستقرار وأمان هذا البلد الأمين الذي وبحمد الله مصان ومحمي إلى يوم الدين. في تجمع اليوم مجموعة كبيرة من أبناء الوطن بالخارج القائمين على رفع قيمة واسم هذا الوطن، والعاملين على لم شمل المصريين بالخارج. الآن مع فيلم وثائقي قصير يعبر عن بعض مما يفعله أبناء هذا الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الحضور، أنا دلوقتي بالنيابة عنكم، بالنيابة عن كل اللي حاضرين في القاعة أو اللي غير حاضرين، برحب بالسادة الضيوف بتوعنا. هم مش ضيوف، هم أصحاب بيت، هم ولاد البلد وولاد الوطن اللي اتغربوا وشافوا يعني إيه غربة وعرفوا يعني إيه ألام وقد إيه هم بيتألموا طول ما هم بعيد عن تراب هذا الوطن. لما بيجي مصري يسافر لأي دولة بيلاقي ترحاب، ترحاب من هؤلاء الرجال. تحية مني ومنكم إلى هؤلاء الرجال، لأنهم هم خير من يمثلون مصر في الخارج، فأنا بعتبرهم هم أصحاب الدبلوماسية الشعبية، هم أصحاب الكلمة الطيبة عن الشعب المصري. أحداثنا كانت كتيرة، والظروف اللي عدت علينا في مصر كانت كتيرة. إحنا عدى علينا أوقات عصيبة جدا. سفراء السلام بتوعنا كانوا هم دول اللي كانوا بيتكلموا عن مصر، هم دول اللي ما زالوا بيدعموا مصر. فأقل واجب ان احنا نقول لهم شكرا، شكرا، لان لما جينا نقول عايزين استثمار او نقول ان احنا محتاجين مصر، محتاجه اولادها، هم اللي جم باسرع ما يمكن، اسرع ما يكون. احنا دايما بندور على مستثمرين اجانب، بندور على ناس علشان تعمل لنا شغل او تقدم ايد العون لمصر. افتكر ان اللي بيعملوه رجال مصر وابنائها في الخارج هو ده الدور القومي وده الدور المهم. الناس دي بتحافظ على شيء مهم جدا لازم كلنا نخلي بالنا منه، اللي هم شباب الجيل الرابع يا جماعه، ولادهم اللي ممكن يكونوا ما زاروش مصر. عندنا جاليات كتيره وابنائنا ابنائهم اتربوا في الخارج واتولدوا هناك وعاشوا هناك، ما يعرفوش عن مصر كتير. مين اللي بيقول لهم يعني ايه وطن، يعني ايه مصر، وقد ايه مصر دي حاجه كبيره جدا؟ هؤلاء الرجال. تحيه منكم، تحية من كل وطني في داخل هذا الوطن. لما قلنا احنا عايزين ندعم حملة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسية جديدة، كانوا اول الداعمين لينا. لما قلنا لا للإرهاب، كانوا اول الداعمين في لا للإرهاب. هؤلاء رجال، ابناء هذا الوطن، ابناء ترابه. قد ايه انا فخورة ان انا واقفة معاهم، قد ايه انا فخورة بوجودي وسط هذه الكوكبة الغير عادية. كل في مجال، كل منهم له عمله وله حياته هناك، لكن لما الوطن طلب كلهم لبوا النداء. تحية لكل الجاليات المصرية وكل أبنائنا في الخارج اللي معانا في القاعة واللي ما قدروش يحضروا المؤتمر. فأرجو منكم جميعا، أرجو منكم جميعا ان انتم تبلغوا كل اللي حواليك، كل اللي حاضر المؤتمر ده يطلع يقول ولادنا في الخارج هم الرمز الحقيقي للوطن، هم الرمز الحقيقي لمصر، هم دول ولاد مصر اللي بيخافوا عليها، اللي لو جه عمل استثمار مش هيبقى قلقان، لو عمل استثمار وحط فلوسه هنا مش هيبقى متألم لا يحصل مشكلة أو يحصل حدث. لكن لما احنا نقول ان احنا بندور على مستثمرين، افتكر ولادنا كلهم جايين واخواتنا. شكرا شكرا شكرا. ودلوقتي عايزين قبل الكلمات وقبل الجلسه الاولى عايزين نستنهض الهمم كده مع بعض،
ومطلوب من كل مصري، من كل مصرية، من كل وطني، من كل وطنية، إننا نسمع آية عبطال. السيدات والسادة الحضور، أهلا بكم وسهلا في مؤتمر الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية السامي، والذي يأتي بعد أقل من 10 شهور عن انعقاد مؤتمرنا الأول والذي كان في شهر نوفمبر الماضي. إن فلسفة اتحادنا العميقة مبنية على القدرة اللانهائية للعبقرية المصرية التي لا يعرف المستحيل لها بابا أو حتى نافذة. ففي الوقت الذي يظن فيه البعض أن السبل مقطوعة بين المصريين، مؤسسات أو روابط أو جمعيات أو حتى أشخاص، فإذا بفكرة تبزغ في ذهن أحد أبناء مصر لتجميع الكيانات والمؤسسات المصرية الفاعلة في الخارج في كيان كبير يجمعهم، وما أن تخرج الفكرة لأرض الواقع، ذلك الواقع الذي لم يكن ينبأ في مخيلة أكثر الناس تفاؤلا باستجابة محدودة، فإذا بتفاعل ملفت وتجاوب مذهل يلتقط الفكرة ويزيعها في قارات العالم المختلفة لتشهد أكبر تجمع لروابط مصرية فاعلة ينتظم في عقد هذا الاتحاد. ينتظم في عقد هذا الاتحاد، إنه الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية. الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية، والذي هو جمعية أهلية غير حكومية عالمية غير هادفة للربح، تم تسجيلها بالنمسا في شهر يوليو 2016، والتي تتكون من الجمعيات الأهلية المصرية حول العالم، وتهدف إلى 1. جمع الكيانات المصرية الأهلية حول العالم تحت مظلة واحدة، تكوين اتحاد الجمعيات الأهلية المصرية حول العالم للدفاع عن مصر في المحافل الدولية، مواجهة ما يثار حول مصر من مغالطات وتفنيدة والدفاع عنها بكل الوسائل، الاستفادة القصوى من الكفاءات المصرية في الخارج والسعي للتعريف بها عند الجهات المعنية. ربط الأجيال الجديدة، خاصة الجيلين الثاني والثالث، بالوطن الأم، خلق الجسور ما بين المصريين المغتربين والوطن الأم مصر، الاستفادة من شباب مصر في الخارج خاصة دول أوروبا وكندا والأمريكتين، والذي تلقى تعليمه في بلاد المهجر، حيث هو الأكثر بمخاطبة المجتمعات التي نشأ فيها ودعمهم بتقديم الخبرات اللازمة. التعريف بالفرص الاستثمارية في مصر بصورة تجذب المستثمرين العرب والأجانب عن طريق تنظيم المؤتمرات الاقتصادية لخلق فرص عمل للمصريين في الداخل وزيادة الدخل القومي للبلاد، نقل التجارب الناجحة في بلاد المهجر
إلى داخل الوطن مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع المصري، الدفاع عن مصالح مصريي الخارج، والعمل على الحصول على كافة حقوقهم كمواطنين مصريين لا تمييز بينهم وبين مصريي الداخل. ووضع الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية شروطا للانضمام تتلخص في الآتي: أن تكون الجمعية مسجلة رسميا في دولتها، أن تقدم الجمعية ما يثبت التسجيل في الدولة المقيد بها، أن تقدم الجمعية شخصا واحدا منها ليمثلها في الاتحاد، أن تكون الجمعية لا شبهة عليها ولم تقم بنشاط يضر بالدولة المصرية، أن تلتزم الجمعية بدستور ولوائح الاتحاد. فخورين بمصرنا الغالية التي هي في قلوبنا في الداخل وفي الخارج. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وشكرا. شكرا للإعلامية المتميزة أسماء حبشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، كلمتي في مؤتمر اليوم تخص ملف الشباب. شباب مصر سواعد البناء ومستقبل الوطن. إيمانا منا نحن شباب مصر بالخارج بدورنا الوطني تجاه مصرنا الحبيبة، وتأكيدا على أننا جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج الوطن، وعلمنا بأن مصر لا ولن تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين والتفافهم حول مصرنا الحبيبة قيادة وجيشا وشعبا، وخاصة في ظل التحديات التي تحاك بمصرنا سواء في الداخل أو الخارج. ولذلك فقد سعينا إلى تشكيل كيان شبابي يجمع أبناء الجيل الثاني والثالث تحت مسمى حركة شباب مصر بالخارج 2013 إلى 2016، والذي تحول إلى اتحاد شباب مصر بالخارج مايو 2017، وتم إمضاء بروتوكول تعاون بين اتحاد شباب مصر بالخارج والاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج، الذي أتشرف أنني عضو مؤسس في هذا الكيان الذي يشمل قامات مصرية بالخارج، وأعتبر أنا حلقة وصل بين الكيانين. السيدات والسادة، سعينا نحن شباب مصر بالخارج إلى أن تكتمل حلقة الربط، فكان لزاما علينا أن نسعى إلى ربط شباب الخارج بالوطن الأم من خلال تلاحم حقيقي بين شباب الداخل والخارج. ولذلك قمنا بالتواصل مع شباب الداخل من شباب الأحزاب وبرلمان الشباب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لكي يحدث اندماج بيننا وتوحيد الجهود من خلال برامج فعالة لخدمة مصرنا الحبيبة والمشاركة جميعا في بناء مصر المستقبل، وربط خبرات الخارج والداخل من خلال لوبي قوي وفكر فعال في كافة المجالات والأنشطة تحت رؤية الدولة، وتجهيز مشاريع وفعاليات سنعلن تفاصيلها كالآتي: أولاً، دعم الاقتصاد المصري بتمويل شباب مصر بالخارج من خلال هذه الفكرة، وهي: 1. إنشاء شركة مساهمة مصرية برأس مال شباب المصريين بالخارج، ويكون صندوقه تحت تصرف الدولة، ويكون السهم فيه $100، ويتم اختيار أحد المشاريع مثل مشاريع شرق التفريعة والتي تعود أرباحها إلى شباب مصر بالخارج لربطهم بالوطن الأم، وخاصة ونحن ندق ناقوس الخطر، لأن كنز مصر الدفين ألا وهو المصريون بالخارج في الفترة القادمة سيكون الجيل الثاني، والذي يشكل الخطر لأن الأغلبية من أم أجنبية أو ولد بالخارج وتربى هناك ويحمل الجنسية الأجنبية. فبوفاة الأب الجيل الأول، السؤال الآن إلى من سيرتبط وإلى من سيكون ولاؤه؟ ولذلك فإن هذه الشركة التي سيكون مساهما بها هذا الكيان الذي نسعى إليه سيكون هو أداة الربط الحقيقية، وسيسعى إلى إنجاحه أكثر منا نحن الأب الجيل الأول العاشق لمصر وترابها. المشروع الثاني يتعلق بالمصانع والمشاريع المغلقة في كل محافظة مصرية من خلال إعادة فتحها والاستثمار فيها من خلال المصريين بالخارج من أجل من أبناء هذه المحافظة، وبذلك يكون قد ساعدنا في ثلاثة محاور: المحور الأول جذبه للاستثمار في وطنه وخاصة محل ميلاده،
2- تشغيل بطالة من أبناء محافظتي. 3- زراعة مصرية في الخارج لتصدير منتجاتنا المصرية في السوق الأوروبية. يا جماعة بفضلكم من فضلكم نسمع، بس أهديكم من فضلكم نلتزم أماكننا ونسمع الكلام اللي بيقول ده كلام مهم جدا بعد إذنكم. اتفضل. النقطة الثالثة من تشغيل هذه المصانع في محافظات مصر بأموال المصريين بالخارج هي زراعة مصرية في الخارج لتصدير منتجاتنا المصرية في السوق الأوروبية والعالمية بلسان وأيادي مصري الخارج، وبذلك سيكون أكثر حرصاً على الدفاع عن مصر واستقرارها. إحداث دمج بين شبابنا في الخارج مع أبناء وطنهم من شباب الداخل من أجل رفع الحس الوطني لديهم وتبادل الخبرات وغير ذلك، وإرسال رسالة للعالم أجمع أن شباب مصر بالداخل والخارج مسلمين وأكبار عماد الوطن ومستقبله على يد واحدة من أجل بناء وطن قوي عزيز على نفوسنا جميعا. أيضا المرأة المصرية والشابات المصريات في الخارج دمجهم وربطهم بالداخل، ويا حبذا لو يتم تمثيلهم بالمجلس القومي للمرأة. وجذب شباب أيضا، النقطة الأخيرة هي جذب شباب مصر بالخارج تجاه الوطن والتأكيد على اهتمام الوطن بهم بدلا من جذبهم في الخارج لتيارات أخرى تلعب بعقولهم ضد مصر من تجار الدين والإرهابيين ودول تريد لمصر الشر، وذلك بانتشار قوي لنا بالخارج وأنشطة فعالة في كل جالياتنا، وليكون كيان شبابي واحد. ختاما، هذا دورنا تجاه مصرنا الحبيبة، ونحن تحت تصرف القيادة السياسية من أجل المساعدة في بناء مصر المستقبل، لأننا تعاهدنا جميعا أمام الله والوطن أن نبذل الغالي والنفيس من أجل رفع اسم بلدنا في كل المحافل الدولية وخدمة مصرنا الحبيبة وربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وها نحن نسير على العهد. وفي النهاية أوجه الشكر إلى كل من حضر في هذا اليوم من مصري الداخل ومصري الخارج من مختلف الفئات والأحزاب والتيارات، إلى كل الحضور من جميع الجهات. واسمحوا لي أيضا أن أنقل تحيات أيضا الذين لم يحضروا منا اليوم لظروف خاصة، منهم الأستاذ جمال حماد من سويسرا وغيرهم آخرين لم تسعفهم الظروف للحضور من دول أخرى في أكثر من دولة. كما لا أنسى أن أتوجه بالتحية أيضا إلى اتحاد شباب مصر بالخارج، والتحية الأكبر لكم أنتم، وإلى اتحاد بيت العائلة المصرية بالخارج الذي دائما يسعى كل جالية فيهم أن يقدم المزيد والمزيد من أجل وطن عزيز على قلوبنا جميعا. ولا أجد أن أختم بخير من هذه الكلمة: رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. شكرا لكم وتحياتي أحلى سبيل. شكرا للأستاذ أحمد سمير رئيس جمعية الصداقة المصرية للتونسية. والآن مع كلمة الأستاذ حسام مزينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا اليوبيك لتقديم مختصر الكلمات. تفضل يا شعيب. مختصر هو كده مش باين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أرحب بحضراتكم جميعاً ضيوفاً ومشاركين في المؤتمر الثاني للاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج، وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد وإنعقاد هذا المؤتمر. جئنا إلى هذا اللقاء مؤمنين أشد ما يكون الإيمان بالقيمة العظيمة للعمل العام وللحوار في حد ذاته وبصحة النتائج التي يمكن أن نتوصل إليها، واستنادا الى افراغ كل الطاقات الاستثمار كل الوقت لانجاز ما نصل اليه في زمن قياسي باذن الله، وذلك لان في ايماننا الوطني الراسخ من الصلات والقواسم المشتركه ما يجعل فرص نجاحنا اكيدا. نعلم جميعا ان اللحمه التي تربط المصريين في الخارج بالوطن الام متينه ولا تنفصل، وإن ما يمكن أن يقدمه المصريين في الخارج إلى وطنهم عن إيمان عميق بأهمية الوقوف معه ومساعدته الواجبة.
تتخطى كثيراً تلك النظرية السطحية التي ينظر بها البعض والتي تتمثل في التحويلات المالية رغم أهميتها. والمصريين في الخارج إذا افترضنا أنهم في الحد الأدنى يقدر عددهم بثمانية ملايين، فهذا العدد يجاوز عدد سكان دولة النمسا التي أقيم فيها منذ ربع قرن، وهم يمثلون 10% من عدد سكان مصر. وهذه النسبة تمثل كافة شرائح المجتمع المصري بالخارج. فجاء الدستور الذي ظن البعض أنه أنصفنا، ونحن لا ننكر أن هناك بعض الإنصاف، ومنحنا ممارسة حقنا الانتخابي تصويتاً وترشيحاً، وخصص لنا 8 مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 596 مقعداً، وهي نسبة غير عادلة بكل المقاييس. وجاءت طريقة انتخاب هذه النسبة لتفرغ ذلك الحق الذي منحنا الدستور إياه من مضمونه، ليتأكد لنا أننا غير ممثلين فعلياً بالبرلمان، وذلك الذي يدفعنا دفعاً للمطالبة بزيادة عدد المقاعد التي تمثل المصريين في الخارج، وإيجاد آلية أخرى غير تلك المتبعة حالياً في اختيار الأعضاء الممثلين عنا، وأيضاً طريقة التصويت، وهو ما سيسعى الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج بكافة السبل للوصول إليه، مستعيناً في ذلك بالقامات المصرية القانونية والدستورية التي نؤمن أنها ستقف بجانبنا في أن يكون هناك في مجلس النواب تمثيلاً حقيقياً للمصريين في الخارج. وختاماً أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وأقول دقت ساعة العمل الوطني المجرد من أي مصالح شخصية لما فيه رفعة وطننا الحبيب مصر. تحيا مصر وعاش شعب مصر العظيم. مساء الخير عليكم جميعاً. السيدات والسادة، نجتمع اليوم وبلادنا تخطو كل يوم خطوات جادة نحو البناء الجديد، ويجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يعوا اللحظة التاريخية. لذا فإننا توجهنا بإقامة هذا المؤتمر دعوة منا لكل رجال الأعمال المخلصين من المغتربين في الخارج وكل علماء مصر بالخارج بالتكاتف لأجل مصلحة بلدنا الغالية، وإن مصر تنتظر إشارة البدء منكم، وعلينا ألا نتأخر أو نتراجع. ولشباب مصر، أبناء مصر في الخارج، أبناء الجيل الثاني والسادس، نصف حاضرنا وكل مستقبلنا، نقول لقد كنتم في ثورتين ما رآه الجميع حلما بعيد المنال، واليوم حان الوقت لتفعلوها من جديد وتحققوا هذا المستحيل. وسأترك لزملائي الكرام عرض لكم بعض المشاريع الاقتصادية والأفكار الجيدة والخبرات التي اكتسبوها في بلد الغربة. السيدات والسادة، أشكر لكم تفضلكم بالمشاركة معنا اليوم، وأؤكد لكم إنها البداية للقاءات وأعمال كثيرة ستجمعنا قريبا لرسم مستقبل بلادنا. ثقوا بالله، ثقوا بأنفسكم، تفاءلوا بالخير تجدوه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.